نحن اليوم متواجدون بدار الشباب الإخوة عبدلي لإعطاء إشارة انطلاق البطولة الولائية للشطرنج التي تنظم بدار الشباب الإخوة عبدلي تحت إشراف المديرية وديوان مؤسسات الشباب. هذا اللقاء وهذه المنافسة تضم كل المؤسسات الشبانية عبر تراب الولاية، وهذه المنافسة موجهة خصيصا لفائدة الشباب المنخرطين أو الشباب المهيكلين داخل الحركة الجمعوية أو الشباب الحر. المنافسة تدخل في إطار البرنامج الولائي الخاص بشهر رمضان المعظم. هذا البرنامج اللي كنا قد سطرناه بمعية اللجنة البيداغوجية لمديرية الشباب والرياضة وكذلك مختلف الشركاء الحركة الجمعوية. البرنامج يضم 6 محاور، برنامج ولائي في مسابقة الولائية لفارس القرآن الكريم اللي إن شاء الله غادي تكون ببلدية يوب، كذلك المنافسة أو الدورة الرياضية بين مؤسسات الشباب اللي معنونة تحت شعار رمضان فوت، كذلك هناك برنامج خاص بالمسابقات الفنية والثقافية والترفيهية للشباب عبر المؤسسات الشبانية وخاصة تزامنها مع العطلة الربيعية، منها البرنامج فانوس الذهبي، برنامج سؤال وجواب، وكذلك المنافسة أو المسابقة الولائية للخط العربي. في النهائي غادي يربح واحد، اللي يخسر في النهائي يلعب مع الفائز. الآن نحن متواجدون في مؤسسة دار شباب الإخوة عبدلي المعروفة على لسان قاطني ولاية سعيدة بCLS، مركز التسلية العلمية سابقا. مؤسسة دار شباب الإخوة عبدلي هي مؤسسة شبانية لها فضاءات متنوعة شبانية. في هذا الشهر الفضيل نحن نجسد برنامج وزارة الشباب والرياضة التي بدورها أعطتنا اليد لتجسيد هذا البرنامج. إذن نحن مؤسستنا في صدد لاستقطاب الشبان بشتى مستوياتهم وأعمارهم لنلتمس تلك الطاقة التي بداخلهم لنجسدها على أرض الواقع، هذا لمرء الفراغ، وكذلك حتى نقضي على تلك الآفات التي مع شبابنا ضحية، إذن حتى لنعيده إلى مساره أو السكة الصحيحة.